يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا قرأ الإمام في الصلاة الجهرية آية كقوله أليس الله بأحكم الحاكمين أو أليس الله بكاف عبده، هل للمأمون أن يعني يقول كلمة بلى كالتسبيح عند بعض الآيات؟ الله لا أعرف شيء ورد من هذا. الذي ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسأل عند آيات الرحمة ويسعيد عند آيات العذاب، ولا يجوز أن يقال في الصلاة شيء إلا بدليل. نعم.